نتكلم مثل ما عندهم حرية الكلام، نطرح الآراء مثل ما يطرحون هم آراءهم، ما كان أكو ضغط علينا الحقيقة بهذا الجانب، نتكلم بكل حرية، ولكن بالنتيجة لا نشكل شيء في أمام التصويت. ها اللي مطبوخة السالفة كانت مطبوخة، وأغلبية شيعة وكور، والأمريكان داعمين، كان أكو اتفاق من القيادات الإسلام السياسي الشيعي ويا الكرد في أن الدستور يمشي يمضي ويمضي الحقيقة مش بصراحة مطلقة، بإرادة كردية مقابل سلطة للقيادات الإسلامية الشيعية، أخذوا السلطة وانطونا الدستور. فما أراد هذه الصفقة، هذه الصفقة جملة خطيرة. سيردون عليك القيادات الشيعية، يعني دنش التاريخ، يعني مقابل السلطة، معنى كلامك مقابل السلطة شيعة السلطة انطت للكرد الدستور بدليل دستور مقابل السلطة، بدليل أنه الآن هم يريد يغيرون الدستور وأكو معارضة بالدرجة الأساسية الكردية على الفقرات اللي يغيروها، وما يتغير الدستور بسهولة بالمناسبة.